قول لي يا محمد، يعني البطوله دي كانت برضو مهمه، انت تغييرات كبيره في القطاع، مدربين جداد، فكر جديد، وده سنه الحياه. يعني مش معنى كده اللي قبل ما كانوش على قدر، لا لا، هو دي سنه الحياه، محتاج تغيير، واللي بقى مش هيجي عليهم فتره يبقى هم يعني اللي موجودين على الساحه. شايف ازاي الموسم ابتدينا ازاي؟ كنت حاسس ان احنا ممكن يعني ان شاء الله نفوز بالبطوله دي، يعني كلمني انت كلاعب رؤيتك للموسم كانت ازاي؟ لا، واحنا بدانا بدايه قويه، كانت اولها كانت بدنيا طبعا، بدنيا مع كابتن احمد شوقي كانت بدايه قويه جدا. استعدينا للموسم ده مع كابتن خالد، ويعني كابتن خالد كان طبعا في الفولي وكده. لا مين استعدينا بدنيا كان بيعدكم؟ كابتن احمد شمال، كان احمد شمال. ده استضاف، حاجه كان جديد جميله عندنا جدا. في القطاع، لسه متضاف جديد. لا هي كانت البدايه كانت قويه جدا بدنيا وكفولي ككل حاجه. فكانت يعني الشغل من البدايه حسسك ان في اختلاف. ان في في اختلاف، في اختلاف اختلاف، كبير. في اختلاف. طيب كنت توقعت ناخد دوري المنطقه؟ كنت حاسس ان احنا افضل فرقه يعني، ولا قلت اكيد. ممكن لا لا لا، يعني كنت واثق ان هنكسب؟ الحمد لله، هي الجمهوريه يمكن اللي بتبقى فيها هنكسب منافسه بقى ان اكتر شاء الله. شويه، بس ان شاء الله السنه دي نقدر ناخدها. ان شاء الله. طيب كان في اصابات؟ كان في حاجه يعني السنه دي عندنا محمد؟ يعني انا شخصيا اتصبت، ايه كان عندك؟ ايه، الف سلامه. جالي سبرين انكل في يا ساتر. قبل الدور النهائي، كنا في سيمي فاينل ساعتها. كنتوا بتلعبوا مين؟ كنا بنلعب مين؟ في انهي ماتش؟ غالبا انهي المعادي دور؟ حاجه كده. كان المعادي. ماتش المعادي يعني. نزلت قوي على قوي. رجل حد مدافع ولا لا، ده نزلت اللعيب لوحدك؟ بتاعي انا دخل فيا. يعني لعيب معاك دخل فيك. دخل فيا انا شخصيا. كانت اليمين ولا الشمال؟ اليمين. اليمين. قعدت، كان جامد درجه قعدت اولى ولا اسبوع، اسبوع ونص كده ما بلعبش، بس لعبت ماتشين. يعني انت 10 ايام كنت في الملعب؟ بس لا، كنت انا مصاب كنت بلعب برضه، يعني لعبت في ماتش ريحته، في ماتش التاني كنت مضطر ان انزل فيه، فنزلت فيه وانا مصاب، والدور النهائي كله كنت بلعب وانا بربط اصلا كده. والله برافو عليك. طب يعني الجهاز الطبي جهزك ازاي؟ يعني كنت بتعمل ايه؟ يعني برضو عايزين نتكلم على التفاصيل، انت بتديني ايه الموضوع ده؟ بس ساده الجهاز المشاهدين الطبي، يعني قول لي بقى من بدايه بالاصابه، يوم الاصابه حصل ايه؟ اتعمل لك ايه يوم الاصابه؟ بعديها تاني يوم ايه اللي حصل؟ يعني احكي لي ازاي الجهاز الطبي في نادي الاهلي بيجهزك انت ترجع في اسرع وقت. هو انا اول ما اتصبت طبعا بقى هم ريحوني من الماتش ده، كان ماتش ده مش قوي يعني، ما خرجت ما فخرجت كملتوش. بره ما كملتوش، وانا اتصبت قبل الماتش ما يبدا اصلا في ده التسخين. لسه بنسخن حد قصدك؟ اقصد بقى. لا مؤاخذه طبعا. بس طلعت بره ساعتها بقى التلج، وساعتها كابتن وائل اتكلم في ان انا عشان ابدا اعمل جلسات وكده. دكتور ايمن كان معايا في الترابيط كل ماتش لغايه من ساعه ماتش المعادي يعني بدات الاصابه، جلسات تاني يوم على طول. من ساعه ماتش الاصابه لغايه ماتش اصل ماتش النهائي، وطبعا كان معايا بقى بتربى. في الجلسات والعلاج الطبيعي وكده دكتور محروس كيور كنت كلينك. بتعملها فين الجلسات؟ في النادي الاهلي؟ كان في جلسات عملتها في النادي الاهلي، في جلسات بقى في الاخر عملتها عند دكتور دكتور محروس، كان معانا في الجهاز. في عيادته؟ بتعملها في عيادته؟ كيور كلينك. في واشتغلت يعني على نفسك لغايه ما كنت 10 ايام في الملعب؟ لغايه لما ان شاء الله الحمد لله. لا الله ينور عليك.